مرة أخرى يؤكد فريق اتحاد الحراش بأنه تجاوز مرحلة الفراغ التي مر بها مع بداية الموسم، ويضيف 3 نقاط إلى رصيده وبثلاثية من الأهداف أمام الضيف شبيبة بيجاي التي تستمر مع المعاناة رغم أنها كانت السباقة إلى التهديد عن طريق أنشط عنصر مباركي بهذه التسديدة القوية التي علت إطار مرمى الحارس سليمان. اتحاد الحراش كان الأقرب إلى فتح باب التسجيل لو استغل صلة هذه الكرة في العمق وجها لوجه مع حارس فريق شبيبة بيجاية قاسم شاهد ماذا ضيع الصلة. أفضلية اتحاد الحراش في المباراة تواصلت، فكانت هذه الهجمة المنسقة على الجهة اليسرى وبقيادة قائد الفريق يونس الذي يراوغ بامتياز ويوزع هذه الكرة صلة في المكان المناسب هذه المرة ويمضي أول أهداف اتحاد الحراش في الدقيقة 15 من بداية المباراة. حتى تخلص يونس من المدافع كان بطريقة رائعة، صلة مع شباك شاغر يمضي الهدف الأول، وهي نتيجة المرحلة الأولى التي أعلن بعدها الحكم عاشور عن نهايتها بتفوق الاتحاد وبهدف مقابل صفر. في المرحلة الثانية وصل الاتحاد في السيطرة، فكان يعزي بهذه الراسية أن يخادع شبيبة بيجاية لكن قاسم في المكان المناسب. الحكم عاشور أعلن عن ضربة جزاء في الدقيقة 54 بعد عرقلة يونس على الجهة اليسرى وداخل منطقة العمليات، تقدم لتنفيذ الضربة بمشرى بامتياز يوقع الهدف الثاني في الدقيقة 55 من بداية المباراة. انطلاقة جديدة بالنسبة لشبيبة بيجاية، وأماضة يضيع وجها لوجه مع قاسم. الدقيقة 70 شهدت هذه المحاولة من جانب فريق اتحاد الحراش الذي ضيع في مناسبتين قبل أن يتمكن بمشرى بعد التدخل من قاسم في المرة الأولى على كرة أمادة. بمشرى يراوغ ويسدد ولكن المدافع شحيمة لم يجد سبيل إلا إيقاف الكرة باليد، وبالتالي ضربة جزاء لفريق اتحاد الحراش مع طرد أبرز عنصر من جانب فريق شبيبة بيجاية شحيمة بالبطاقة الحمراء. الضربة انبر لها بالقروي بعد هذه الإعادة ويوقع الهدف الثالث لفريق اتحاد الحراش في الدقيقة 72. بالقروي على طريقة بانينكا وقع الهدف الثالث لفريقه ويؤكد بأن الاتحاد بدأ يعود تدريجيا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النتيجة كادت تكون أثقل لو استغل الصلة هذه الثنائية مع أمادة وجها لوجه تقريبا مع قاسم، لكن الكرة فوق إطار المرمى وانتهت المباراة بفوز ثمين لاتحاد الحراش وعلى شبيبة بيجاية أن تراجع الكثير من الحسابات. الحمد لله، وكما نقولوا اون رونجي الماتش فاسيل في لا دوزيام بيريود وين ماركينا لي دو زوتر بيت سا نوزا فاسيليتي ولعبنا اليز وجيسي طون بيون. ان شاء الله نكملوا هكا باش نفرحوا الانصار تاعنا. هاد 3 بوان كنا شغل محتاجينها بزاف في لي موفي ريزلتا ديالنا مع دي بي. ان شاء الله بربي كما يقول لك الديبار تاعنا كان مع العلمه وكملنا في هذا المنوال. ان شاء الله بربي ربي يوفقنا ونكملوا في دي بون ريزلتا.